دعونا نقول أن لدي 3 أشخاص و7 كراسي، وهذه الكراسي سوف تكون فارغة. سوف أطلق على الأشخاص A B C D E. كم عدد هؤلاء؟ إنهم 5، إذن سأضيف إليهم F و G. إذن لدينا 7 أشخاص، والذي أريد معرفته عدد الطرق المختلفة التي سوف يجلس عليها 7 أشخاص في ال3 كراسي. حسنا، قبل أن يجلس الجميع، إذا أخذنا كرسي، هذه تسميات عشوائية للكراسي، لكن لنبدأ على اليسار مع الكرسي رقم 1، إذا لم يجلس أي أحد، كم شخص مختلف قد يجلس في الكرسي الأول؟ حسناً، 7 أشخاص واقفين ولا يوجد أي شخص جالس، إذن 7 أشخاص يمكن أن يجلسوا على الكرسي الأول، إذن توجد 7 احتمالات للكرسي الأول. إذن واحد من 7 احتمالات سوف يجلس على الكرسي رقم 1، كم شخص تبقى لكي يجلس على الكرسي رقم 2؟ حسناً، 7 ناقص 1، 6 أشخاص تبقوا لكي يجلسوا على الكرسي رقم 2، ومن ثم بالطبع إذا جلس 2 من قبل على الكراسي، كم عدد الأشخاص الذين سوف يجلسوا على الكرسي الثالث؟ حسناً، سوف تكون 5 احتمالات. إذن طريقة التفكير في الأمر لكل من هذه الاحتمالات، هناك 6 احتمالات في هذا الكرسي و5 احتمالات في هذا الكرسي لكل واحد من الأشخاص الـ5، لذا سنقوم بضرب جميع الاحتمالات، وأتمنى أن يعطيك هذا المعنى. سنحاول مع بعض الأمثلة، لذا العدد الإجمالي من الاحتمالات سوف يكون 7 ضرب 6 ضرب 5. ماذا يساوي هذا؟ 5 ضرب 6 يساوي 30، 30 ضرب 7 يساوي 210، إذن هناك 210 احتمال، هذه كل الاحتمالات. دعونا نفعل مثال أصغر قليلاً، لا يتعين علينا القيام به حول الناس والكراسي، دعونا نقول لدينا أكواب، إذن لدينا أكواب وسوف أضعها بألوان مختلفة. لذلك هذا الكوب الأول، ومن ثم لدي الكوب الثاني، ومن ثم لدي 3 كرات، لدي كرة أرجوانية، ولدي كرة بنية، ولدي كرة صفراء، وأريد أن أعرف بكم طريقة مختلفة يمكن أن أضع هذه 3 كرات في هذين الكوبين. حسناً، على افتراض أننا لم نضع أي من الكرات في أي من الأكواب حتى الآن، كم عدد الكرات؟ حسناً، دعونا فقط نبدأ مع الكوب رقم 2، أريد فقط أن أوضح لكم أنه ليس بالضرورة أن نبدأ بالكوب رقم 1 الموضوع على اليسار. إذا لم نقم بوضع أي كرة في أي من الكوبين، كم عدد الطرق التي يمكن أن نضع بها في الكوب رقم 2؟ حسناً، هناك 3 احتمالات، أليس كذلك؟ ولكل من هذه الاحتمالات كم عدد الكرات التي نضعها في كوب رقم 1؟ حسناً، سوف نضع 1 هنا، إذن سوف يتبقى 2 لنضعها في كوب رقم 2، إذن سوف يكون 3 ضرب 2 احتمال، وهذا يساوي 6. لنرى إذا كان بإمكاننا رسمهم. دعوني أرقم هذه الكرات لأنه سيكون من الصعب الاعتماد على تغيير الألوان فقط. لنقل هذه A B و C. أريد أن أوضح لكم أن هناك 6 طرق لوضع هذه الكرات في هذين الكوبين، إذن ستكون A في الكوب الأول، A في الكوب الأول، و B في الكوب الثاني، ومن الممكن أن تكون B في الكوب الأول و A في الكوب الثاني، يمكنكم فقط عكسهم، إذا نحن مهتمين أي من الكرات ستكون في الكوب، ليس فقط مجرد كرة في الكوب، من الممكن أن تكون A مع C، A في الكوب الأول و C في الكوب الثاني، ومن الممكن أن تكون C في الكوب الأول و A في الكوب الثاني، وأخيراً يمكن أن يكون لدينا B مع C، B في الكوب الأول و C في الكوب الثاني، أو C في الكوب الأول و B في الكوب الثاني. لاحظوا،
نحن فقط مهتمين بالكرة التي يتم اختيارها، ولسنا مهتمين هل هي في الكوب الأول أو الثاني. يمكننا أن نتخلص من هذا السطر السفلي، وسيكون 1 تقسيم 2 كعدد الطرق لوضعهم، لكن عندما نهتم بمكان هذه الكرات نهتم هل هي في الكوب الأول أو الثاني، أو في هذه الحالة نهتم هل هي في المقعد الأول، الثاني أو الثالث. الطريقة التي تترتب بها تسمى تباديل، وهنا الطريقة التي يمكن أن نكتب بها هذه التباديل على 3 كراسي إذا كنا مهتمين على أي كرسي سوف يجلسون. إذن يمكننا أن نكتب 7 أشخاص، 7 أشخاص، و P للأشخاص، إنها التباديل في 3 كراسي. وتصور آخر له إذا كتبنا بي كبيرة وقلنا كم عدد الطرق التي يمكننا بها وضع 7 أشياء في 3 أماكن، أو يمكننا أن نكتبها كم عدد الطرق التي يمكننا بها وضع 7 أشياء في 3 أماكن. وفي هذه الحالة حصلنا على الجواب 210، وفي الواقع دائما ستكون 210. سوف أوضح لكم لماذا بشكل سريع. حسناً، هذا سيكون، سوف أكتبه باللون الأخضر. لدينا 3 أشياء ونريد وضعها في مكانين، إذن 3 أشياء في مكانين. هذا نفس الشيء مثل 3 أشياء في مكانين، والذي يساوي 3 أشياء في مكانين. أنا فقط أوضح لكم التعابير المختلفة، قمنا بمعرفة ذلك أنه يساوي 6. لنرى إذا كان بإمكاننا معرفة الصيغة العامة. إذا أردنا تقييم N P لكي، كم عدد الطرق التي يمكن أن نرتب بها N من الأشياء في K من الأماكن؟ حسناً، إذن إذا فكرنا بهذا دعونا فقط نستخدم بعض التماثل. حسناً، لدينا كي من الأماكن، إذن ستكون مكان 1، 2، 3 أماكن وهكذا إلى كي من الأماكن. في المكان الأول لدينا إن احتمال، في المكان الأول لدينا N احتمال كما فعلنا في المثالين السابقين. هناك N من الاحتمالات. حسناً، لدينا شخص واحد أو شيء واحد نريد وضعه في المكان الأول. سيكون لدينا احتمال N ناقص 1 للمكان الثاني، ونفس الشيء لدينا احتمال N ناقص 2 للمكان الثالث. ويمكننا اتباع هذا النمط بنفس الطريقة. وكم عدد الاحتمالات سوف تكون للمكان كي؟ حسناً، في كل شيء إنه ناقص 1 أقل من عدد الأماكن. في هذه الحالة أنا أعني أنه يمكن أن يكون لدينا مكان يبدأ بالرقم 0، لكن هذا أفضل لأننا فعلياً قمنا بترقيم كل الطرق بكي. إذن سيكون N ناقص كي ناقص 1، وهذا ربما يبدو معقد لكنه مهم. عندما نقوم بوضع 7 أشياء في 3 أماكن، فنحن ذاهبون باتجاه 7 ضرب 6 ضرب 5. لقد قمنا بوضع أول 3 من ما يمكن أن نسميه تقريباً، يمكننا القول من المضروب، لأن 7 مضروب ستكون 7 ضرب 6 ضرب 5. أعتقد أن هذا سيساعد إذا كان هذا فقط 3. إذن 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1، هذه 7 مضروب، لكننا قمنا بأخذ أول 3 من المضروب فقط. ونفس الشيء بالنسبة لستة، 6 أيضا 3 مضروب، لكن طريقة أخرى يمكن التفكير بها هي أننا أخذنا فقط أول 2 من 3 مضروب. إذن ما سنعيد قوله هنا أننا فقط نأخذ أول كي من إن مضروب. حسناً، هل هناك أي طريقة سهلة لكتابة هذا؟ لكتابة أول كي من إن مضروب، لكتابة أول كي من إن مضروب. بالتأكيد يمكننا كتابته على شكل N مضروب، N مضروب، والصيغة تقريبا أصعب مما نقول. يمكننا كتابته على شكل N مضروب
مقسومة على إن ناقص كي مضروب لنرى إذا كان يعمل. حسنا، ماذا سيحصل في هذه الحالة؟ إن مضروب كانت 7، إذن إنها 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. ثم ماذا كان إن ناقص كي مضروب؟ حسنا، في هذا المثال كي كانت عدد الأماكن ولدينا 3 أماكن، إذن 7 ناقص 3 يساوي 4، إذن 4 مضروب، إذن 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. وبالطبع هذا سيلغى، سوف أكتبه بلون آخر، هذا سيلغى مع هذا، وسيتبقى لدينا فقط أول 3 من 7 مضروب. إذن أكبر 3 مكونات من 7 مضروب. أنا دائما أعيد اشتقاق هذا لأن كل ما أفكر به هو ما فعلناه بالأصل. حسنا، إذا كنا نقوم بالتباديل فقط نبدأ بالمضروب حتى ننتهي من الأماكن. لقد قمنا ب7 ضرب 6 ضرب 5، ولنرى إذا كان يعمل هنا أيضا. إذا ما هو 3 مضروب؟ لأن لدينا 3 أشياء مختلفة. حسنا، 3 مضروب مقسومة على 3 ناقص 2 مضروب، إذا 3 ناقص 2 مضروب. حسنا، هذا فقط 1 مضروب، إذن تصبح 3 ضرب 2 ضرب 1 مقسومة على 1، وبالطبع 1 هنا يلغى مع 1 هنا، ونحصل على 3 ضرب 2. أتمنى أن يكون هذا مفيد. كثير من الناس يتعلمون التباديل ويقولون هذا إن مضروب مقسومة على إن ناقص كي مضروب، بحيث إن عدد الأشياء التي نريد وضعها، وإن ناقص كل الأشياء مضروب، وكي عدد الأماكن التي لدينا، ويقومون بحفظه فقط. لكن كل هذا يقول أن نبدأ بإن مضروب، وهنا قمنا بأول 3 مكونات من المضروب، وهذا مهم فقط مع ما بدأنا به التسجيل. إذا كان لدينا 7 أشياء، ال7 أشياء يمكن أن تكون هنا، و6 أشياء يمكن أن تكون هنا، و5 أشياء يمكن أن تكون هنا. لم يتبقى أماكن، فقط نقوم بضربهم، وهذا كل ما تقوله الصيغة العامة. أتمنى ألا أكون قد أربكتكم. أراكم في التسجيل القادم. إلى اللقاء.